من امام جامعه الازهر نحييكم وجايين باعلام مصر، وهنرفع علم مصر ونقول تحيا مصر، وهنقول ان احنا ايد واحده، وهنقول ان مصر امان، وهنقول ان انا بنفسي هدخل من غير داخليه من غير امن، وهمشي في الجامعه وهقول تحيا مصر. مصر اتغيرت ومصر بقت امنه، وامام الوطن العربي كله انا بقول من داخل جامعه الازهر تحيا مصر، وستظل مصر قويه وامنه و وموحده وفوق الجميع، وفوق الجميع بجد. تحيا مصر. يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي، انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلدي، احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان، واحنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا، احنا يا شعب احنا يا شعب. من جامعة الأزهر نحييكم، ويعني كتير قوي فضلت أحلم بأن أنا أدخل جوا جامعة الأزهر وأقول تحيا مصر، مش عشان حاجة بس أي حتة في مصر كانت فيها فتنة، مش ما فيهاش أمان، فيها توتر، لازم نثبت دلوقتي أن حصل مجهود كبير جدا جدا جدا، مجهود فكري ومجهود أمني. النهاردة من داخل جامعة الأزهر داخلين نقول تحيا مصر، من داخل جامعة الأزهر بنقول هتفضل وستظل مصر قوية وآمنة. النهاردة هنعيش لحظة لحظة مع طلبة جامعة الأزهر، وطول الوقت بنسمع جامعة الأزهر جامعة الأزهر جامعة الأزهر، بس ما نعرفش إيه جوه جامعة الأزهر، ما نعرفش الطلبة شكلهم إيه في جامعة الأزهر، اهتماماتهم دلوقتي إيه، بيفكروا إزاي. أنا سعيدة جدا إن أنا موجودة هنا النهاردة وقادرة أمشي في جامعة الأزهر ومفيش ولا أمن ورايا ولا قدامي ولا أي حاجة، ومفيش حد بيضايقني ولا يعترضني، ومن داخل جامعة الأزهر هنرفع علم مصر ونقول تحيا مصر. احنا موجودين النهاردة دلوقتي في حرم البنات بجامعة الأزهر، والحقيقة لغاية دلوقتي المقابلة بالترحاب وبمنتهى اللطف. موجودين في الحرم البنات، والناس شافتنا ابتدت تقول تحيا مصر، ما خدناش اي مجهود ان احنا نقول تحيا مصر. فممكن نوزع الاعلام دي، تعالى يا معز، بما ان هنقول تحيا مصر. مرة تانية احنا داخل جامعة الأزهر بنقول تحيا مصر، ورافعين علم مصر. حتى أمن الجامعة طلبنا ان هو ما يبقاش ورانا.
كل الناس ترحب بينا، كل الناس ايد واحدة. الصورة اللي مش لطيفة اللي متصورة في أذهاننا عن طلبة جامعة الأزهر مش حقيقية. إذا كان هناك قلة قليلة كانت بتعمل شغب فهي مش موجودة دلوقتي. زي ما احنا شايفين احنا جينا لقينا اعلام مصر مرفوعه من قبل ما نيجي. وشغل ايديكو؟ انا اللي عاملاه بايدي. عاملين احلى من كده كمان. يعني انت قعدتي عملتي عشان احنا جايين ولا انت عاملاه من الاول؟ لا، الدكتوره طالبه مننا اعلام في الجامعه وكده، يعني فشغل العاب الجامعه. فانا نازله بالصدفه رايحه الامتحان على فكره. طيب تعالوا بقى نقعد مع بعض شويه عشان ما نقعد. يلا احنا جايين النهارده، سامعيني عشان صوتي رايح. احنا جايين النهاردة عشان نقول تحيا مصر من داخل جامعة الازهر، ودي قيمة كبيرة قوي. لكن كان متاخد فكرة ان مفيش امن وان الدنيا ملخبطة وان في فتن جوه الجامعة وفي قلة قليلة جدا كانت بتعمل شغب مدة طويلة قوي ومكنتوش عارفين تيجوا الجامعة. فانا عايزة اوري ان انتوا طلبة مصريين وطنيين بتحبوا بلدكم وما بقاش في فتنة، صح؟ واحنا من داخل جامعة الأزهر هنرفع علم مصر فوق خالص. تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! تحيا مصر! زي ما انتوا عارفين، اولا احنا قابلونا بمظاهرة حب جميلة جدا 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 جدا، وصممنا ان احنا اول مكان نروحه في جامعة الازهر المطبخ، اللي قالوا ان في حالات تسمم وان الاكل مش نظيف. لما يبقى في اكل مش نظيف او تصمم انك تدخل المطبخ وان رئيس جامعة يدخلك المطبخ، دي حركة جريئة جدا جدا جدا. لان مش معقول هيلحقوا ينظفوا المطبخ، او مش معقول هيلحقوا ان هم يعملوا نظام في المطبخ او يبيضوه يعملوا حلل نظيفة، مش معقول. ف المطبخ اهو. الطلبة اللي بتشتكي من الأكل تقول لهم إيه؟ مفيش شكوى خالص من عندنا. في ناس تقول لك جالي تسمم بطني وجعتني مش عارف. من ساعة ما مسكنا المطبخ مفيش حاجة، مفيش شكوى جت من ناحيتنا خالص يعني. يعني اتجدد، يعني في ناس اتجددت والمطبخ اتجدد وكده. مسكين بقالنا فترة من ساعة ما الجامعة فتحت، لكن مفيش حاجة جت من ناحيتنا احنا خالص. في ناس قالت كده. كانت قبل كده، لكن احنا مفيش حاجة جت شكوى خالص مننا. في بعض الطلبه كانوا بيقولوا بنتسمم من الاكل الجامعه وحاجات كده. لو حد يتسمم من ناحيتنا احنا من ناحيه المطبخ يجي قدامنا ويعني يبلغنا، لكن مفيش حاجه جت من ناحيتنا احنا خالص. بشكرك. قولي بقى، الفراخ دي لما بتيجي بتتاكدوا ازاي انها كويسه مش كويسه؟
لا ده اكيد يعني بنتاكد من الـ من ال بالظبط. بتيجي بيكشفوا عليه الدكاتره البيطريين بيكشفوا عليها على الفراخ. على الفراخ واحنا بنستلمها بنتكشف عليها مره واثنين وثلاثه ماشي. وبالنسبه للاكل اللي حضرتك سالت السؤال قبل ما الطالب بياكل، احنا بناكل من الاكل ذات نفسه، ما بيحصلش حاجه الحمد لله يا رب. ربنا يوفقكم ان شاء الله. المطبخ زي ما بقول في غايه النظافه، كل الاشاعات اللي كانت بتطلع كانت حاجات عايزه تعمل قلق وخلاص. في شكاوي من الفول؟ لا ما عندناش شكاوي الحمد لله. ما هيقول لك عاملين الفول ده مخصوص عشان التصوير. لا والله لا 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 ده الكلام ده طبعا. انا عايزه بس اقول حاجه، ان احنا قلنا ان احنا هنيجي جامعه الازهر دي امبارح، يعني كلمناهم قلنا لهم عايزين نيجي لكم فوافقوا على ان احنا نيجي. مش ممكن يكون لو في تحضيرات مخصوصه هتتعمل من امبارح الساعه 2 الظهر لغايه النهارده، لا يمكن. ايه الاكل اخباره ايه؟ طيب جميل جدا جدا جدا. الناس كانت بتشتكي من الفول. لا طبعا احنا على فكره لسه ساكنين او في مرحله تانية، لسه ساكنين في مبنى باه، بس انا رايي ان المدينه جميله جدا وانا مفتخره ان انا بنتمي لجامعه الازهر وانا سعيده من القاهره. هيقول لك قالوا لها تقول كده. لا 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 طبعا مين قال لي اقول كده؟ انا اصلا ما كنتش اعرف والله ان حضرتك جايه. بقول له حتى احنا على فطرتنا ونازلين اصلا بلبس بيتي، فمش مش لابسه يعني. زي القمر. ميرسي. بتقول انا ما كنتش اعرف انك جايه ونزلت بلبس البيت، ما لبستش يعني حاجه تظهر بيها في التلفزيون. فعلا الناس هنا الطلبه ما كانوش عارفين ان احنا جايين، ورئيس الجامعه اختر امبارح بس وافق على زيارتنا المفاجاه جدا اللي كانت لازم تتعامل من زمان. هنروح دلوقتي الكليات ونشوف الحياه في جامعه الازهر عامله ازاي. دي المدينه الجامعيه، دخلنا المطبخ، تعرفنا على البنات، تعالوا نروح نشوف الكليات. فعز ما تكون الدنيا واخده الواحد تناديني في جامعه الازهر ونقول تحيا مصر. فعز ما تكون الدنيا واخده الواحد تنادينا تلاقينا سيد الكل فوق. يا حبيبتي يا هوا الدنيا اغلى الاوطان، من ده اللي مالي يوصل بيك البر امان، يعدي بيكي على بكره غير الشبعان. من عمر الأوطان محتاجة سفينة الربطان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلدها، قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أولادها. رافعين على مصر ونقول تحيا مصر. زادوا عرفوا ان احنا هنا. ناخد صورة تانية. ما هناخد صورة. طبعا نتصور، بنتصور. ناس مبسوطة جدا ان احنا موجودين هنا النهارده.
انت جامعه الازهر للي ما شافهاش من جوه. الناس عرفت ان احنا جايين من الناحيه الثانيه بعد ما قفلنا الابواب. البنات كلها جايه من الناحيه الثانيه. هي دي المدينه الجامعيه بجامعه الازهر، وبنات لطاف جدا جدا جدا. كل واحد بينزل من الاوضه، مش منقيين مثلا شويه يقفوا معانا. كل البنات اللي انتوا شايفينهم الناحيه الثانيه دول نازلين من الاوضه عشان يرحبوا بينا، واللي واقفين في الشبابيك فوق كلهم مبسوطين قوي ان احنا موجودين النهارده، واحنا كمان مبسوطين جدا ان احنا موجودين في هذا المكان. جامعه الازهر من ارقى الجامعات، جامعه الازهر من الاماكن اللي طلع منها ناس كتير قوي فادت البلد. هنروح دلوقتي الكليات. زي ما احنا شايفين طلبة كلهم جدا، وهرجع لكم مره ثانيه، وانا بحبكم جدا جدا والله انا كمان، ومبسوطه ان انتوا يعني نزلتوا من اوضكم مخصوص عشان ترحبوا بينا وبيزغرطوا اهو. انا والله كان ممكن ازغرط بس صوتي رايح. والله. طب ممكن نقول طه يا مصر؟ يا مصر. تاني حد يهتف، وحد يهتف ورا بقى عشان صوتي. واحده تاني. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. انا بشكركم جدا جدا جدا. احنا سايبين المدينه الجامعيه بالزغاريط وبعلم مصر مرفوع فوق خالص، وبنقول تحيا مصر بنوركم. ميرسي جدا. موجة، اهلا بحضرتك. حضرتك رئيس عميد كليه اسلاميه وعربيه للبنات. احنا اولا ما تخيلتش ان الجامعه كبيره كده. طبعا الجامعه دي فرع البنات فقط، غير فرع البنين، غير اللي في المحافظات. محافظات نفس ضعف برضو. قالوا لي ان في كمان الكليه دي تحت الانشاء. في كليه هندسه وكليه صيدله تحت الانشاء، وفي دور بيتبني في كليتي برضو تحت الانشاء، كلها عشان توسعه عشان نحقق الجوده في الجامعه. ده مبنى لكليه طب اسنان بنات. ده موقع الكليه الجديده، والشركه فعلا استلمت المبنى، وادي انتم شايفين الشركه عملت السد، حاجات السد بتاعتها، وبدات استلمت الموقع وبدات تشتغل. ده هيتبني عليها ايه يا فندم؟ هيتبني كليه لطب اسنان. ان شاء الله تكون على المستوى ده بفضل الله وفضل ان فضيله الامام الاكبر. الحقيقه جت شركه سعوديه الحمد لله بتبني هذا المبنى لنا بالمجان. هتسلمنا كليه طب اسنان كامله بالمجان. احنا عندنا كليه طب اسنان اهي موجوده، هي هيبقى ملحق ليها يعني كليه طب اسنان، لكن مزدحم يعني غير كافي، لان كليه الطب عندنا بتتفاعل مع المجتمع المدني، فيها عيادات اسنان بتخدم بالمجان، تؤدي الخدمه بالمجان، بالتالي الكليه اصبحت لا تسع الطالبات. فهنا بتقام لنا كليه جديده ان شاء الله، وبتقدم خدمه للمواطن مجانيا. يعني لو انت عايزه تشوفي العيادات الان ممكن تدخلي وتشوفي العيادات دول. العيادات دي بيتمرنوا فيها على الطالبات، بيجي لهم قصدي مرضى من بره ولا مرضى من بره، وكمان بيجي مرضى كمان يتعالجوا بالمجان كمان. يعني الطلبه والاساتذه واقفين وبيجي مرضى، لكن المرضى بيتعالجوا بالمجان في المستشفيات. هنا بيجي برضه في وحده هنا ذات طابع خاص، بيجي مرضى يتعالجوا فيها كعلاج كوحده ذات طابع خاص، بحيث تخف الضغط شويه عن الايه؟ عن المستشفيات. موجوده والناس اللي واقفه في الشبابيك دي طالبات كليه الهندسه. دول طالبات كليه الهندسه، احنا على فكره عملنا لها مبنى تاني جديد هننقلهم فيه. هننقلهم في المبنى الجديد. ادي انت شايفه طالباتنا فرحانين بيكوا اهو. الحمد لله. رئيس الجامعه
واقف في وسط الجامعة بيمر في وسط طالباته، مفيش خوف من حاجة. هل السنة اللي فاتت يا أستاذة رهام كنت تقدري تقفي الوقفة دي؟ والله أنا كنت أقدر، أنتم ما وافقتوش. أنا كنتش تقدر. عايز أقول لك حاجة، أنا كل ما أسأل حد في جامعة الأزهر هو اللي بيعملوا الشغب دول. السنة اللي فاتت والله ما كنت تقدري تقفي دقيقة واحدة. أنا سألت اللي بيعملوا شغب قد إيه؟ 40 50 واحد. كانوا قد إيه؟ ماليش دعوة بالعام الماضي. كانوا عدد قد إيه؟ العدد قد إيه؟ فصلت كام؟ الفصل الأولاني فصلت 300. الفصل الثاني فصلت لحد دلوقتي 50 طالبة 50 طالب وطالبة. يعني 350 طالب. ماليش دعوة، الفصل الأولاني عشان الدنيا كانت لسه كده فصلت 300. الفصل التاني بتحقيقات طبعا، الفصل الثاني بقوا 50. يبقى قال له ما قالش؟ طب السبب ايه؟ ان في برامج للوعي، في برامج. حضرتك قصدك ان بجانب الفصل حضرتك اشتغلت على تفكير الطلب، برامج للتنمية الفكرية، للانتماء الوطني، بحيث ان احنا ننمي الوعي الثقافي والفكر الاسلامي المستنير عند الطالب والطالبة. فلما يكون فصل كامل اهو فصلنا 50 طبعا بتحقيقات وليس رئيس الجامعة. والفصل الأولاني كان 300، عارفة العدد كام؟ ده كله من كام؟ 450 ألف طالب وطالبة. قول عدد قليل لا تمثل نسبة. أنا عايز أحيي حضرتك، لأن حتى لو الجامعة مؤمنة وحتى لو الأمن مسيطر عليها، مع أننا يعني إحنا ماشيين عادي، أنا مش شايفة عساكر يعني ولا مدرعات ولا كده، لكن أن يبقى في هذا الكم وما سمعتش كلمة وحشة من طالب أو طالبة، ده معناه أنه اشتغلتوا على الفكر جامد جدا. لا إحنا طبعا ادينا ندوات تثقيفية في إزاي الانتماء للوطن، إزاي التعايش مع الآخر، إزاي نتقبل الرأي والرأي الآخر. كان كل الندوات بتصب على كده، وبتصب على أخلاق الرسول عشان يعرفوا اللي هو التدمير والتخريب ده خارج عن الشريعة الإسلامية وليس من الإسلام في شيء. البنات بقوا يتجاوبوا، حتى يعني في طالبات كتير كانوا يعني منساقين بدأوا يرجعوا، والحمد لله يعني استطعنا ان احنا نستوعب. يمكن انا شايفة حرية، يعني في منتقبات، في محجبات، وفي ناس حتى مكياج، ويعني في حرية شخصية. هي طبعا في حرية شخصية لكن محدودة طبعا، لان ما حدش لابس حاجة يعني. لا لا، ومعتدلات، حتى المنقبات فيهم المعتدل وفيهم غير المعتدل، والكاشفات وجوههم فيهم المعتدل وفيهم غير المعتدل. دي بقى النفس البشرية بقى بتختلف. الالتزام عندنا بالقناعة، بنركز على الوعي وعلى الفكر الإسلامي. فإحنا الأمن الفكري، يعني إحنا بنركز على حاجة اسمها الأمن الفكري، بنركز على حاجة اسمها الإيه؟ الأمن الفكري. لأن الأمن الفكري هو اللي أنتج عندنا لما عملنا توعية للبنات وتوعية للطلبة والطالبات، من هنا قدرنا ننجح بفضل الله. ليه؟ أنا عندي 450 طالب وطالبة. لو كانت المسألة مسألة أمنية بس فقط، فين الأمن اللي مأمننا وإحنا واقفين دلوقتي؟ لا، ده بناتنا هم اللي مأمنيننا، بناتنا، الوعي الفكري. فإحنا عالجنا بكافة السبل يا أستاذ رهام، وإنت شايفة أنا بخليك تنطلقي في الجامعة بحرية. سيبني أنطلق بقى يا فندم، أنا عايزة أنطلق وسط الطلبة بقى وأقول لكم أهلا بيكو، إزيكم؟ تصوريني أنت بقى، تصور معاكي، تصوريني لوحدي ليه؟ طب يلا نتصور صورة جماعية كلنا ونرفع علم مصر فوق خالص، ورافعين علامة النصر من جامعة الأزهر ومن طلبة جامعة الأزهر، ورافعين علم مصر فوق خالص خالص خالص، وبنقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أنا عايز أعرف ازاي جامعة الازهر عظيمة كده وكبيرة كده وفيها ناس كتير كده؟ احنا واخدين فكرة اللي بيطلع في التلفزيون ان جامعة الازهر دي كلها ضرب وفرقعة وشغب وبتاع كلميني شوية الجامعة. لا هي جامعة الحمد لله كويسة في كلية ايه؟ اولى اصول دين، اسمها دي، والدكتورة والعميدة بتاعت الكلية مهجي غالب قايمة بشغل جامد والحمد لله ربنا يخليك. بصراحة شديدة، أخبار الفتن إيه؟ بصراحة هو الواحد بيجي ويحضر محاضرته ويمشي يعني، بس ما حدش بيقعد يتكلم في السياسة زي الأول، ما فيش حد بيأثر على حد، فيش حد بيتكلم في السياسة يعني. احنا هنا في الكلية بنيجي نحضر المحاضرات
مش بيبقى عندنا وقت تاني ان احنا نعمل حاجة تانية يعني. وفي الكلية بيبقى 10 مواد ترم تاني، 5 مواد ترم اول، جايين نتعلم، فمش جايين مش جايين نعمل مشاكل. لا يعني ايا كان فكر الفكر السياسي ايه، كل واحد بيحتفظ بيه لنفسه صح؟ اه هو حر في فكرته، كل واحد بيحتفظ بنفسه، ما احنا عندنا سنة جايين نتعلم بس. والقلق اللي كان بيحصل خلاص ما بقاش بيحصل. كنا بنسمع ان في ضرب وناس مش عارفه تدخل من الجامعه وناس مش عارفه تروح الجامعه. لا هو الجامعه دلوقتي بقى كويسه وبقى الواحد بيدخل بسهوله وبيخرج بسهوله بس الحمد لله. كان في التليفون مشغوله دلوقتي. قولي لي بقى امن الجامعه بصراحه شديده، عشان هو يقول لك ايه ده نقوا 50 بنت قعدوهم و و و والدنيا تلاقيها بره كلها حروب ومدافع وكده، بصراحه شديده جدا جدا، مش كلام تلفزيون كده. الامن اختلف؟ الامن اختلف. انا يعني جيت نوبه نسيت ان انا اجيب الكارنيه بتاعي او اي حاجه اثبات شخصيه ان انا ادخل، ما دخلونيش هنا فعلا. ويعني هنا الامن اختلف عن الاول، كان في ضرب الاول وشغب اول السنه اللي فاتت، ما كناش بنعرف نروح اول حاجه. تاني حاجه ان احنا كنا على طول بنمشي متعورين، لا اما هدومنا متبهدله لا اما كده. فهنا بنتوا ليه تبقى هدومكم متبهدله؟ لاني كانوا بيعملوا مظاهرات وحاجات، فكنا بنقع في الارض نجري كده. حتى البنات هنا، احنا هنا جامعه بنات، هما كانوا بيعملوا مظاهرات، فدلوقتي ما بقاش يعني في مظاهرات زي الاول. وانتوا بنات بتقعدوا مع بعض كده، بتيجي واحده مثلا تقول لكم تعالوا نعمل شغب، تعالوا نعترض، تعالوا كده؟ لا مش بتيجي تعمل كده، مش بيتكلموا معاكي ويقولوا لك تعالي نعمل، هم بيقولوا ايوه هم بيبقوا مجموعه اساسا. المجموعه دي بصراحه كبيره ولا صغيره؟ لا بتبقى كبيره. قد ايه حاليا؟ ما فيش دلوقتي حاجه خالص. احنا ايش 450 الف طالب، هم كام منكم؟ مش بيعدوا 100 يعني لما تبقى 100 بنت وسط الاف البنات، ده مش عدد متهيألي. ما هو لما يبقوا 100 بنت بيعملوا مشاكل ويبقى في ضرب من ناحيتين، لان طبعا لما واحده تعمل مشكله كده يبقى في رد فعل من الامن. فلما يبقى 100 بنت مع الامن يبقى في مشكله. ما بتتكلموش معاهم تقولوا لهم مثلا؟ لا صعبين قوي، ما بيفهموش خالص. ما بيفهموا؟ لا مش ما بيفهموناش. انت لو اتكلمتي هتحطي نفسك في موضع شبهه اساسا، مجرد وقفتي ممكن انا اروح يحصل مشكله معايا انا، لان انا واقفه مع البنات، فاهمه؟ فانا ما احطش نفسي في موضع شبهه، ببقى في حالي احسن يعني. اهلكوا بقى بيقلقوا عليكم ان انتوا في جامعه الازهر، ولا عارفين ان الامن استتاب؟ حتى لغايه دلوقتي؟ دلوقتي عندي 4 ايام في الاسبوع ما باجيش الا يومين. طيب احنا كنا مصممين ان احنا نيجي هنا ونقول ان جامعه الازهر فيها طالبات معتدلين كتير جدا، معتدلات كتير جدا، وكنا جايين نحط علم مصر ونقول تحيا مصر، عشان بلدنا اللي عايزينها تبقى يعني ما فيهاش فتنه ونبقى واحد، لان اي حد بيعمل مشاكل ده مصري برضو زينا صح. نروح هندسة. حاضر. منوروني يا دكتور والله. ربنا يخليكي، عملتني دكتور، اترقيت في جامعة الأزهر. بتقولي يا دكتور، فبقولها ميرسي على الترقية. أنا واخدة ماجستير بس يا فندم، ما خدتش دكتوراه لسه. ما خدتش دكتوراه لسه يا فندم. مجهود شاق برضه يا فندم. مجهود شاق طبعًا، بس إحنا بنبقى سعداء ليه؟ لأن ده في خدمة مصر. ده في خدمة الوطن. فلو كل إنسان نزل الميدان. لا والازهر وجامعه الازهر قيمه كبيره جدا يعني. الانسان ينزل الميدان يا استاذ ريان. طب نقعد نشوف الكافيتيريا.
في الكافيتيريا في جامعة الأزهر شاورما زي ربنا يخليك. السلام عليكم. ده ايه الدلع ده كله؟ ربنا يخليك. زي ما احنا شايفين احنا وسط الطلبة مفيش امن، مش شايفة حد معترض، مش شايفة حد متضايق. برضو علم مصر في الكافيتيريا، هفضل امسك علم مصر في كل حتة. نفضل نرفع علم مصر في كل مكان في كل شبر في جامعة الأزهر ونقول تحيا مصر. كنت لسه هقول لحضرتك لو في ناس من صحاب الناس اللي فصلتهم مثلا بتمشي في الجامعة عادي كده؟ أصلا خلاص اتفصل ما يستنتجوش. لا أصحابهم اللي موجودين لسه خلاص بالفكرة إن أصحابهم اللي عملوا كده غلطوا وخدوا جزاؤهم، وبالتالي الباقي بدأ يهدى، عرف الصح فين. هو احنا اهم حاجه نعرف الطالبه او الطالب الصح فين، لما يعني ما لذلك انا قلت لك احنا بنتعامل بنشتغل على الفكر. وممكن على فكره واحنا ماشيين الكاميرا تجيب ناس رافعه علامه رابعه بس محدش بيتعرض لحد ومحدش بيجي جنب حد والامن مستتب. لو كل واحد يحتفظ بفكره الشخصي من غير ما يعمل شغب ولا إرهاب ولا قنابل ولا قتل ولا إيذاء مفيش مشكلة. السلام عليكم. مين بيزغرط؟ بيقابلونا بالزغاريط في جامعة الأزهر. ربنا يخليك. ماشيين بأمن وأمان، هي دي جامعة الأزهر تطلع جديد. السلام عليكم. علشان نقول للناس إن صورة جامعة الأزهر اتغيرت. تحية مصر. بتقولي أنا اسمي كل ما حد يشوفني يقول تحيا مصر. تحيا مصر جميلة. مصر جميلة. جميلة حلوة جميلة. واقفة بتقولي تحيا مصر. نرفع علامة النصر. جامعة الأزهر. جامعتكم جميلة قوي والله. أهلا بحضرتك زهرة. احنا موجودين دلوقتي في كلية الدراسات الإنسانية ودخلنا مدرج. معلش صوتي رايح. انا مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة. ايوة انا عايزة ده. خليكي مع حضرتك. سلام عليكم. انا مبسوطة قوي ان انا معاكم النهاردة. والله جدا 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 ومبسوطه ان انا ماشيه في الجامعه كده ومحدش بيتعرض لحد ومفيش حد بيضايق حد ويقول لك ايه اصل يمكن لمين شويه بنات. البنات بقت تنزل من اوضها وبقت تطلع من الكليات والحقيقه يعني كله مرحب بينا. فالصوره بتاعتكم برضو كانت غلط في الاعلام. احنا غير يعني ما بيتكلموا عننا على فكره. احنا غير ما بيتكلموا عننا. احنا طلبه جمال جدا وكليه دراسات انسانيه طلبه جميله يعني
وحضرتك هتشوفي اكتر طلبه نشيطه وشغاله. صح يا بنات؟ انا شايفه اهو. لا وذوق ولطاف وكلنا فرحانين بيكي ومبسوطين بيكي قوي قوي. وسافه كبيره لحضرتها. احنا النهارده صممنا ان احنا نيجي جامعه الازهر ونرفع علم مصر ونقول تحيا مصر. 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 بلدنا جميله جدا جدا بيكو. وان شاء الله يعني بالشغل الجميل اللي انا شايفاه ده تطلعوا عظام وتفيدوا البلد جدا 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 ان شاء الله. ربنا ادعوا لنا بقى. انتوا ناس بتدرسوا دراسات اسلاميه بس انتوا في الاخر خريجين جامعه الازهر دول بيعرفوا يعني في قوانين الاسلام وفي الشريعه واكتر منا بكتير. فان شاء الله ادعوا لنا كده ان ربنا ان شاء الله ينصر مصر وينصر المصريين ان شاء الله. يا اسم مخلوق للقلوب يا عمر أغلى اسم في الوجود يا عمر اسم مخلوق للخلود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مظاهرة من الحب وناس برة مظاهرة من الحب و عايزة تحيا مصر عالية. تحيا مصر. 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 موجودين فين احنا دلوقتي؟ في جامعة الازهر بانين مبنى الجامعة بانين الحرم الجامعي اللي فيه الطالبات الواقفين طلبة من جامعة الازهر كلية التربية الرياضية واقفين في استقبالات الرئيس واستقبالكم. والحمد لله الدنيا ماشية كويس وهادية زي ما احنا شايفين ان شاء الله. عندكم مثلا زي ما شفنا واحدة بتهتف كده جموع كبيرة جدا 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 تقول تحيا مصر وواحدة بتقول يسقط حكم العسكر. تمام. هي الحمد لله الحمد لله الوضع دلوقتي اهدى بكتير من الاول ومفيش العدد اللي كان في المظاهرات كبير جدا دلوقتي الحمد لله. لما بيبقى العدد كتير ما بيتجاوزش 25 30 طالبه. وما تعرضتلناش برضه. هي وقفت تهتف من بعيد. تمام. هي وقفت تهتف يهتف حكم يسقط حكم العسكر والبيانات الباقيين زي ما حضرتك شفت وزي ما هتقوا تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا
طبعا. هما بيسقفوا لعالم مصر. احنا في جامعة الازهر، احنا في داخل جامعة الازهر. احنا موجودين مع البنين او الشباب في جامعة الازهر ورافعين علم مصر وبنقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الهتافات دي من داخل جامعة الازهر. وكل خطوة نعيش لمصر ونموت لمصر. تحيا مصر. من امام المبنى الاداري اللي اتحطم قبل كده، اتحطم يعني، احنا واقفين في منتهى الامان وماسكين علم مصر وهندخل المبنى الاداري، وزي ما احنا شايفين الامن واقف في كل حتة والقوات واقفة في كل حتة مسيطرة وهدوء تام. هدوء تام يعني لو الكاميرا كده ترجع لورا كده، حتى انا وانا بكلمكم مش بعلي صوتي، لانه هدوء تام فعلا والامن مسيطر سيطرة عظيمة. تعالوا ندخل المبنى الاداري اللي زي ما بقول لكم اتحطم قبل كده ونقول تحيا مصر. رجعت قوات الأمن قوية وواثقة من نفسها، واقفة تأمن منشآت بلدها بكل قوة وبكل فخر. زي ما قلنا المدرعات اللي برا واقفة دي مش دليل على ان في خطر، بس دليل على ان احنا مصممين نحافظ على بلدنا. مستهدفين عايزين تموتونا، بس احنا واقفين برضو برجولة. دي اوضة الكاميرات او المراقبة، اشرح لنا بقى ايه اللي بيحصل هنا. دي كاميرات جايبة جامعة الأزهر كلها، بنين وبنات، والشوارع الرئيسية زي ما انت حضرتك شايفة، البوابة الرئيسية من الخارج، حرم البنات بجميع كلياته، المدينة الجامعية بنات، حرم البنين بجميع كلياته. لو حصل قلق، في حد قاعد طبعا 24 ساعة بيشوف الكاميرات؟ طبعا. لو حصل قلق بلغوا ايه بقى، امن الجامعة ولا الداخلية ولا تمام؟ الكل، الامن الاداري طبعا بجميع كلياته بيكون معاه اجهزة بنبلغهم على الفور، بنبلغ بالفور برضو الداخلية بتكون متواجدة بالخارج، بنقول لهم ان في تجمع في المكان كذا كذا كذا، هما بيتوجهوا. بس البنات دي جديدة الكاميرات دي؟ المنظومة غرفة العمليات دي طبعا من ساعة القلق اللي كان قبل كده في السنوات اللي فاتت، والقلق اللي حصل في الجامعات ككل مش جامعة الأزهر فقط، فطبعا غرفة العمليات دي تعتبر جديدة. أي حاجة بصراحة بنتطور فيها أنا ببقى مبسوطة يعني. تمام. فعز ما تكون الدنيا واخدا الواحد تنادينا، كل شيء في جامعة الأزهر ونقول تحيا مصر. سنية الكل في واحد، فعز ما تكون الدنيا واخدا الواحد تنادينا سنية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا أغلى الأوطان، من دلي بري وصل بيك البر أمان، يعدي بيكي على بكرة غير الشبعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها لربطان. يا مصر يا أول إنسان.
عرف البطولة وخلت قدامنا لسه عبر تاني أحلام كتيرة وعجباني دي بلدنا مش عايزة أماني عايزة كفاح من أولادها ورافعين على مصر وبنقول تحيا مصر تحيا مصر انت طالب في ايه؟ انا في كلية علوم. كلية علوم؟ واهلك بيخافوا عليك تنزل الجامعة؟ لا طبعا. بس الامن استتب يعني؟ بجد والله مش كلام تلفزيون. ايه اللي اختلف عن من دلوقتي عن قبل كده؟ الحياة استقرت دلوقتي والامن شاف حلو برضو. شعرنا بنخاف. امن منتشر في الجامعة. في الكلية كلها. وفي الدخول والخروج بقى فيه رزبط وربط وبتاع. عادي يعني هي بس الكارنيه بس مفيش على الكارنيهات وعلى البطايق ولو مفيش كارنيهات هو لسه الكارنيهات بس عشان عندنا ازمه في كليه التجاره هنا في الكارنيهات فبيفتشوا علينا على البطايق بتاعتنا واحنا داخلين ونظام في التفتيشات عندنا هنا لكن الامن مستتب عن الاول مستتب والطلبه كمان مساعده الامن ايه تجديد تجديد امن وفي علامه النصر مش علامه رابعه بس صح في علامه النصر اهي جوه جامعه الازهر كتير اهي في المدرجات وفي الكليات ده مبنى تجاره ده وده مبنى تجاره يعني لسه في وده ده مبنى دعوه ماشي فالطلبه يعني الطلبه كلها بسعادة الامن يعني الطلبه كلها مش عايزه خراب ومش عايزه حرقهم نتعلم ونخلص الدراسه اللي داخل اربع سنين يخلصهم على خير كنا مصدومين وسط اللي بيحصل اكتر الناس كانوا مصدومين هم كانوا متاخد فكره عن جامعه الازهر فيها ظلم صح دكتور وفي طلبه اتخذت ظلم كتير جدا واعتقلت ظلم واحنا ساعه ما نقول الكليه ولعت كنا موجودين وواقفين وضربنا وشتمنا زي انت عايز تقول ان هي قله اللي عملت كده واتخذت انها حاجه عامه عن كل الطلبه عشان كده احنا جايين نصحح ده النهارده دايما الامام دايما بيقول ان الطلبه الازهر الرحمين بس احنا النهارده جايين اهو رافعين علم مصر وبنقول ان طلبه الازهر كويسين دلوقتي الحمد لله الاوضاع كويسه في الجامعه ما بقاش في زي الاول دلوقتي عقله دلوقتي الشباب عقله ما فيهاش دلوقتي زي الاول يعني الاول كان مثلا زهرات والكلام اللي كان بيقوله ارهاب والحاجات دي الحمد لله دلوقتي بقى كويسين ما فيش الكلام ده انا عايز اتكلم على الناس الكتير اللي بتقول على جامعه الازهر انهم ارهابيين احنا مش ارهابيين على فكره احنا احسن لو اكتر ناس بنحب بلدنا وطلاب تربيه رياضيه كلها بيحبوا بلدهم واحنا ممكن نعمل اي حاجه عشان بلدنا احنا طلاب كليه التربيه الرياضيه وبنفتخر ان احنا في كليه التربيه الرياضيه احنا مش عارفين احنا جامعه الازهر اللي بخرج منها العلم وجامعه الازهر بتخرج العلم لجميع انحاء العالم وجميع انحاء العالم بيجوا جامعه الازهر هنا علشان يتعلموا في جامعه الازهر لكن جامعه الازهر مش ارهابيين مفيش حاجه اسمها في جامعه الازهر ارهاب واحنا كليه التربيه الرياضيه جامعه الازهر وبنفتخر ان احنا في كليه التربيه الرياضيه انا احب اقول ان انا ازهر وافتخر انا طول عمري داخل الازهر انا بردت عشان مش ابقى مجرم ولا ابقى ارهاب ولا ابقى اي حاجه مفيش حاجه اسمها ارهاب في الازهر الازهر هم اللي عاملين نفسهم وهم اللي بيخرجوا الدكاتره وهم اللي بيعملوا كل حاجه مش حد يقول ان الازهر ارهابي انا مش هسمح لاي حد بكده خالص انا داخل كليه وداخل التربيه الرياضيه بردتي علشان اقول ان الازهر هو طول عمره يد واحده وهو طول عمره بيحب مصر واحنا كلنا يد واحده انا افتخر ان انا في تربيه رياضيه وان انا طالب ازهري وانا من طول عمري بحب الازهر كل مكان قوه عزيمه ايمان تربيه رياضيه في كل مكان قوه عزيمه ايمان انا اول سنه ليا السنه دي بس السنه اللي فاتت كنت بسمع عن الاعلام ان جامعه الازهر كان فيها ارهاب وامن وناس بتموت وناس كده بس انا جيت السنه دي لقيت الطلبه بسم الله ما شاء الله عليهم ملتزمين هي نسبه قليله جدا هي اللي بتحب تعمل الخراب وبتعمل ده كله بس باذن الله وبعون الله الازهر هيفضل طول عمره هو مبنى على العلم وكل حياه في الدنيا كلها ان شاء الله الفترة اللي فاتت دي حاجة ممتعة خالص طول ما رئيس الجامعة مسك الجامعة من اللي هو الجديد الجامعة انظبطت على أعلى مستوى وإن شاء الله الجامعة دي هتبقى أحسن جامعة في العالم
مفيش حد هيقدر يهز الازهر خالص ولا هيهز مصر. الفتره دي طبعا الامن طبعا مسيطر على الكليه وكده وكل حاجه، بس طبعا السنه اللي فاتت كان فيه مظاهرات وكده، بس الناس دي كلها طبعا مش موافقه اللي حصل في مرسي ده، اللي يعني الحكم اللي اخده ده حكم حرام والله. انت الناس دي كلها برضو بتهيج وزهيصه كده، بس كلنا واقفين جنب مرسي والله، عشان اللي حصل في مرسي ده حرام والله، والسيسي هيتجاز على كده ماشي. والناس دي كلها يا جدعان انتوا ناسيين اصلكم ايه؟ نحن شباب الازهر يا اخوان ربعويه. لا 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 ماشي. والناس دي كلها يا جدعان انتوا ناسيين اصلكم ايه؟ نحن شباب الازهر يا اخوان ربعويه. لا 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 طلبة وكلنا جايين من الأرياف وكلنا أهلنا طفحين الدم علشان نيجي نتعلم، مش علشان نخش نعمل مظاهرات ولا علشان نعمل أي قلق. إحنا هدفنا هنا أساسي إن إحنا نتعلم بس مش أكتر، إحنا جايين عايزين نتعلم. أنا ماليش دعوة بأي حاجة، أنا بخش عايز أتعلم وخلاص، عايز أروح آخر السنة لأبويا وأمي وأهلي بأعلى نتائج، بالهدف اللي أنا جاي علشان أحققه. أبويا وأمي حققوا علشان كل حاجة، وصلوني لأعلى مراحل التعليم، واجبهم عليا بقى واجب عليهم إن أنا أديهم حقهم، وما جيش هنا غير إن أنا أعلى بمستوايا وأوصل لأعلى مستوى علشان أحقق حلمهم فيا، بس مش عايز أنا حاجة غير كده. عشان بسبب اللي حصل السنة اللي فاتت، عشان السنة اللي فاتت عشت أيام في حياتي عمري ما عشتها، والمدينة وكان بيحصل مظاهرات، دلوقتي الحمد لله الأمن مستتب وبسبب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمد لله. يعني السنة اللي فاتت ده شيء انتهى خلاص، السنة دي احنا قاعدين في أمان دلوقتي. أنا عايز أقول إن قلة قليلة من الناس من جامعة الأزهر كلهم هم اللي بيعملوا مظاهرات وبيسووا اسم جامعة الأزهر. أنا عايز أقول لأيد الرئيس السيسي وبقول ربنا كرمنا بالراجل ده، وأنا الإخوان دول الراجل حاجة عليه 20 سنة النهاردة، هو الراجل اللي كان مسوق مصر كلها. انا بشكر الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي، وبشكر جميع العمدة والناس اللي هم مسؤولين على امننا في الكليه، ونقول الحمد لله احنا قعدنا في امن. والسنه اللي فاتت كان مظاهرات كتير وما حدش عارف يخش الجامعه، والحمد لله الحمد لله احنا في امن والحمد لله. يا مصر العروبه تتكلمي، وافصحي بما لديك تسلمي، يا قائده العرب طوال زمانه انت الاميره رغم انف المتكلم. مهما حدث لك ضعف مرة وطغى عليك الحاقدين استغلالا لضعفك، لكي ينهبوا كل ثرواتك فستعودي إلى مجدك الأول، وتصنع التاريخ والأمجاد ثانية بفضل من الله ثم أولادك الحسن الخير. أنت الذي فضلك على العالم أجمع في نشر الإسلام ثم العلم من بعده، فيا أبناء مصر وشعبها حافظوا على مصر ثم الإسلام من قبلها، ولا تنسوا العرب فهم إخواننا فقد ساعدونا في بعض الأزمن، ولا تقبلوا قول المفرقون بينكم فإنهم حاقدين مستغلين، وإن تقدموا يا مصر العروبة تكلمي وأفصحي بما لديك تسلم. هو الجامعة أصلاً تعتبر الجامعة من الأماكن اللي فيها الحرم الجامعي، عشان الواحد جاي عشان يتعلم بس مش أكتر، يعني ليه احترميته وليه خصيته الجامعة، وخصوصا جامعة الأزهر إنها المفروض يعني إنها تكون ملتقى للعلم، يعني بلد رسالة للناس كلها إنها إزاي تتعلم من خلال تعليم الإسلام. يعني أنا كناس أنا طالب في كلية الصيدلة، مهمتي إن أنا أتعلم علم الصيدلة والكيمياء وكده، ومهمتي برضه إن أنا أوصل للناس إن خلال طلبة الأزهر مختلف عن الناس كلها. فاللي حصل قبل كده يعني ما يعني بتبقى ظروف خاصة بسبب يعني نوعا ما يعني ما نسميهاش يعني كانت جامعه السنه اللي فاتت مثلا صفه بالكلمه. الجامعه هي ده السنه دي واحسن في دراسه وبتاع، ونامل انها تبقى دايما كده على طول ان شاء الله. وظروف الدراسه السنه دي افضل من السنه اللي فاتت وهاديه السنه دي الحمد لله يعني، والجامعه يعني كويسه جدا، والطلبه شكل ما قال برضه زميلي قبل كده يعني طلبه الازهر طلبة متعلمة دينيا كويس جدا، بتعرف تتكلم كويس،
تقدر تشرف بره وتقدر تشتغل بره كويس جدا. غير كده كمان تعليم الاسلام بتدلنا ان احنا نبقى دايما نوصل صوره كويسه جدا عن الاسلام لان احنا بنمثل صوره الاسلام بره. والله احنا جايين هنا عشان نتعلم، هو كل الكلام يعني مش عشان اي حاجه تاني، فاحنا مش عايزين شغب من الطلبه ولا من الامن، يعني عشان برضه هو الامن بيعمل شويه والطلبه بيعمل شويه، فاحنا مش عايزين ده ولا عايزين ده. انا مش عايز ده ولا عايز ده، انا جاي ادرس. من وجهه نظري ان هو لو هو عايز يحل المشكله، معروف ان اللي بيطلع مظاهرات تقريبا او غالبا بيكونوا مش بتقدرات عاليه، تمام؟ فهو كان ممكن يخلي السكن محدود في الجيد جدا وامتياز، تمام؟ فيخلي الناس اللي فعلا بتذاكر وعايزه تذاكر وعايزه تتفوق تسكن مدينه، تمام؟ لكن اللي بيطلع مظاهرات وكده كده بيضيع وقت اصلا، فيحرموا المدينه، لكن هو يمنع المدينه عن كله، هو كده ما حلش مشكله اصلا. الفتره اللي فاتت كانت كلها مظاهرات، ما كانش في استقرار حتى في الترم اللي فات، ما حدش عارف ياخد حاجه، الدراسه، الامتحانات، حتى كنا بنيجي الامتحانات امن مفيش خش، كانت بهدله على كل الطلبه، حتى الواحد كان بيجي مش مركز في الامتحان بس، مركز ان هو ازاي هيخش ازاي هيطلع، اهله جلالين عليه، مظاهرات كل يوم فيها على التلفزيون حاجه، انما دلوقتي في استقرار شويه في الجامعه، في هدوء، اصل احنا كلنا هنا جامعه الازهر في ما يخرج من 50,000 طالب، كله جاي اهله بيصرفوا عليه، كلنا ما نملكش حاجه، كلنا شباب ما لوش شغلانه غير انه بيتعلم، فبيتعلم عشان بعد كده يطلع يخدم وطننا، يطلع يخدم اهلنا، عايزين نعوضهم عن اللي عملوه معانا. فهو المفروض يجوا جايين هنا للمذاكره، جايين هنا للدراسه. فالمفروض يجتهدوا لكده بس، ما يجتهدش ان هو يعمل حاجه لمصلحه حد، اما يخلص يبقى هو حر. يقول رايه زي ما هو عايز يقول. انما هنا دي جامعه يبقى للدراسه بس. احنا داخلين دلوقتي احد مدرجات جامعه الازهر. سلام عليكم. مش عايزاهم يسكتوا، لان هما وقفوا لعلم مصر، ما وقفوش عشاني انا، صح يا فندم؟ يا فندم يعني بتقعدوا بتقعدوا سمحت يا فندم يعني بتقعدوا سمحت، انا مش عايزاهم يقعدوا، هما وقفوا لعلم مصر، ممكن توقفوا يا جماعه لعلم مصر؟ تقفوا لعلم مصر وتسقفوا لتحيا مصر. تحيا مصر. هتافات تحيا مصر داخل مدرجات جامعة الأزهر. أنا سعيدة جدا 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 إن أنا موجودة معاكم النهاردة، وإن إحنا جايين نثبت إن جامعة الأزهر فيها مصريين بجد وفيها رجالة بجد، وهنقول تحيا مصر من داخل مدرج جامعة الأزهر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. جامعة الأزهر كلها مصريين وطنيين ورجالة. جبنا لكم علم مصر عشان نقول تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر.
حاجه صغيره قوي. علامه مصر دي زمان ما كانتش بتترفع غير في الماتشات، ماتشات الكوره. دلوقتي احنا محتاجين نرفعها في كل مكان، فالهديه البسيطه دي عشان نرفع علم مصر فوق فوق فوق، نرفع علم مصر فوق. انا هنزل اتصور معاكم. حتى بره مستنينا باحتفال. تطرح لنا وردة برويها ووريها وقلب في معانيها وفرج غيرنا أراضيها وبحورها وموانيها وهيا هقول لكم هيا بلادي ثابتة في إيديا. ورغم ظروفنا لا بهرول ولا تعجل ولا تشقلب ولا تحنجل، وانت همة بتخجل، تاريخ واقف وبيسجل، وإذا تفكر حنتأمل، وإذا تحملت حنكمل وحنكمل وحنكمل، ويلا يا بكرة هل بقى شبعنا شقة، لكن جينا بتسبقنا غناوينا ويسبق جهدنا ايدنا، نسابق في السبق غيرنا، فاللي معانا يكسبنا واللي ضدنا يندم حيتآمر، لكن ناسي بان المصري عزمه في النضال قاسي، واذا منورات وتضيع وقت احنا امس او دلوقت لا بتوع شرق لا بتوع غرب، واما الهمه عارفينها في يوم الحرب، عارفيننا في يوم الحرب. دخل يا مصر، دخل يا مصر، دخل يا مصر، دخل يا مصر، دخل يا مصر. هذا البرنامج برعاية معنديش تعليق غير مصر بخير، ومعنديش تعليق غير ان انا اقول ان والله العظيم والله العظيم انا شخصيا متأكدة ان ناس كتير قوي غيري ما عندهاش اي حاجة وحشة ضد حد ايا كان هو مين. زمان لما كنا نبقى ماشيين في مصر في الشارع، زمان ده اللي هو بالنسبة لي قبل 25 يناير، هل كنت بتبقى عارف في الشارع ميول صاحبك في الشغل السياسية، او ده بينتمي لايه، او مؤيد مين؟ هل كنا بنعرف مين بيحب مبارك او مين ما بيحبش؟ لا ما كناش بنعرف. تقولي عشان ما كانش في حد بيتكلم، لا كان في ناس بتتكلم، بس احنا ما كناش معديين بعض، احنا ما كناش بنضرب في بعض. وتاني كل الاوطان اللي ضاعت وكل البلاد اللي اتدمرت من الفتنة، والبلاد الأجنبية على رأسها أمريكا مبسوطة قوي إن يعني هناك ماشيين هم بمقولة كده، إن بمبدأ إن ما تضربش عدوك، خلي عدوك يضرب في بعضه.
هما احنا هنرمي لهم السم وهما يموتوا بعض؟ ارفعي الشعار اللي انت عايزاه وتعالي سلميه عليا. ارفعي الشعار اللي انت عايزاه وارفع الشعار اللي انت عايزه وتعالى نحط ايدينا في ايدين بعض ونرفع علم مصر. والله العظيم دي دعوه مني. هتقولي بتدعو يعني للمصالحه؟ لا انا ما بدعوش للمصالحه، لان انا ممكن يبقى عندي اعتراض على قيادات الاخوان اللي عملوا غسيل المخ للناس دي، لكن انا ما عنديش اي ضغينه ناحيه اي حد مصري. ام مصريه او اب مصري ما اقدرش عادي مصري زي، لكن حد انتمى لطيارات وبيمول من الخارج عشان يدمرنا ده مش مصري. الناس قيادات الاخوان دول مش مصريين، مش مصريين، خانونا، كانوا فتحوا السجون، طلعوا لنا ارهابيين يموتونا، كانوا هيخلونا نستغنى على حته من ارضنا. لكن المصريين حتى اللي موجودين دلوقتي بيرفعوا شعار رابع، انا ما عنديش مانع ان انا ارفع علم مصر معاك، بس ما نضربش في بعض، ما نحرقش منشاتنا، ما نعملش كده. انا ما كنتش بحب مرسي وما كنتش بضربك، يعني ايام مرسي انا ما كنتش بحب مرسي، وطلعت ايام الجنود بتوع رفح لما اتخطفوا وطلعت قلت مين اللي خطفهم يا ريس، رحت جبتهم ازاي وجيت، بس ما قلتش يا ريس ساعتها. وكنت بقى دايما اقول محدش يشتم الرئيس محمد مرسي، لان رئيس مصر ما ينفعش حد يهينه ايا كان هو مين. لما كان باسم يوسف يطلعه بالشورت وبالبوكسر وبالبتاع كنت بقول لا عيب، لانه رئيس مصر في الاخر بيطلع بره يقول انا رئيس مصر، وما كنتش موافقه على حكمه، ما كنتش بنزل بقى لكل واحد رافع شعر رابع اضربه. وناس كتير ما كانتش موافقه على مرسي، ما كناش بنضرب في بعض عشان احنا مش عدوانيين. شوفكم الاسبوع الجاي، تصبحوا على خير.